ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للفنان الشاب بدر سلطان وهو يعنف شابة قيل إنها حبيبته بعدما ضبطها وهي تخونه رفقة شاب آخر. وأظهر الفيديو الذي توصلت به ماروك أخبار يومية بدر سلطان وهو يعنف فتاة أمام سيارة مركونة ويسألها عن السبب وجودها في ذلك المكان مع ذلك الشخص، حيث كشفت بعض المصادر أن الأمر يتعلق بخيانة تعرض لها بدر سلطان ما جعله يثور في وجه الشابة. هذا ولم يتسنى لماروك أخبار يومية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الفيديو في الوقت التي حاولت منابر إعلامية الاتصال بالفنان إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، فيما أكد نشطاء آخرون لماروك أخبار يومية أن الأمر يتعلق بجديده الفني وهو عبارة عن فيديو كليب كان بصدد تصويره. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.